الله سبحانه. منى دورة مقعدة ازاي؟ تقلب مراجل وهقاوي ومرحبا هلا داي بدنا نسولف بدنا اقعد نسولف يلا هاجس الامير نسولف احنا هنا ودس بطلت سولف انا زعلان اشعر بالغضب اشعر ذلين ليله ترضى ارحبوا ارحبوا يا رجال ارحبوا يا رجال والله يا اخوان ما يصير اقسم بالله العظيم من قوله يا حبيبي من قوله على اي قناه؟ اها لا لا جد 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 عقب والله نطيح نطيح عقب والله خلطيح نطيح عقب يلا عاد شوف عاد موقفك شلون صار والله تعقب هسه اخلص خلاص امزح امزح يا عيون امياها عرفت يقول طيحني وطيح تعال 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 تروح انا اذا شو اسمه لازم امشي يجيك ضيقه قلنا اعطوني من الكيف من بدري ونعطيك ما يحتاج تجلس مرحبا يا رجال تعال يا سعيد سعيد تصير دائما في موقف محرج اذا كانت انت اخويك وباقي واحده باقي ودك باقي ذنتين صح؟ انت كل هذا عشان تنغفل لا احيانا تغفلون وانتم تاكلون يبقى واحده ما تدري ايش تسوي؟ قصه لنا تستحي تقول خلها عندك هلا عشان يقول لك لا والله انها عندكم تاكلها يا مجرم يا جسومي اليوم بحور فينه انت بالناضج ما عاد فيه اهتمام نفس قبل ها ما يطلع ذاك القيمه صح مؤتمر الجمهور الساعة كم؟ 9 الظهر أو 8 ها؟ 9 أو 8 أو 8 9 9 أظن يجيني فيديو ولا يجيني اشتقت الديرة وأنا توني جاي دام عزك يا بلادي يا بلادي دام عزك الله الله دام عزك يا بلادي دام عزك العلم مرفوع والخالق على خلقه شلون ولي شفتني اللي قلت احبك وعشقك وانكرت الوداد ممكن اطلع لا عشقتك ولا احبك ولا هم يحزنون يا سلام حامد زيد مجرم مجرم قصير تفضلوا الجماهيريه ولا المتابعين؟ كيف؟ جماهيريه ولا دير بالك ترى بغى يدمرك هذا والله الله ها بغى يدمرك مره ثانيه الجماهيريه هم المتابعين تبي جماهيريه ولا متابعين؟ طيب انا اشوف ان الجمهور هو المتابع لا في واحد بيتابعك الا يكون من جمهورك لا في متابعين وفي جماهير والله الجمهور افضل ها؟ الجمهور ها؟ نفس حامد زيد نفس حمد متابعين قليل اي بس الجماهيرية اها اي فهمت قصدك عرفت يعني حتى مصر له جماهير ليبيا له جماهير كل مكان له جماهير شاف يشوف حامد زيد هو ما يتابعه ولا 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 بس يسمع له يعني نفس الحين المنتخب السعودي محمد دعية سامي الجابر جمهور لكن مو متابعين ما تابع انا ولا يعني لكني لو اشوفه على طول اجي اسلم عليه واسولف وياه ليش؟ لان انا من جمهور الزين اللي ياخذها الثنتين مش على الاسباني اخذها الثنتين نعم والله بس يستاهل العتيبه عتيبه قول اصار مالك بالدواير بني عم اصار مالك بالدواير بني عم دور على اللي اخر اسمه عتيبي يا سلام صح لسانك عليك زود صح لدينك فزوره ونعم عتيبة لك زود والله ايش يقول السكران يقول الشخص لا واجه المسؤول أوه. موضوع هالقشر صعيبي هي. اول ما يطري عليه يقول يا الربع ما فيكم عتيبي الله اكبر عندي واحد من اخوياي نايف بن فهد نعيس العتيبي من اية عتمان؟ نعيس دولي ما في كيف نعيس يمكن اسم عائله بس وش القبيله؟ ايه اظنها في الكويت عندكم؟ اي في الكويت في ذيبه واجد ترى في الكويت
ما ادري لون ثيابي. وش اسمه؟ عبد الله نايف فهد بن عيس الدولي كنا لقيت العتيبي عز الله ونعم. ما عليك زود عز الله ونعم ونعم وفهد شخص لا واجه المسؤول. الشخص لا واجه المسؤول موضوع هالقشر صعيب. ايه هو ما يطري عليه يقول يا الربع ما فيك معتيبي. إيه الله اكبر. مرحبا يا خالد. تفضل على ما تحب. والله سالفة انا عتيب حاطنا سالفة هون سالفة رجال يقول اخويا كانوا عتبان وزي كذا فيها بيت بيت محمد السكران. قل حفظته يقول شخص لا غير اللي ولا قلت لك قصدك؟ ايه ايه بيتين هو شاعر محمد ما شاء الله عليك. ايه شاعر مصيب والله شاعر شاعر وذكي. هلا يا قادر شلونك؟ وضعي مزري ويوسف لا ويرثى لا. قادر السلام عليكم. هل تعلم؟ كيف الحال؟ قادر هل تعلم؟ ايش جالس تسوي مشروع ولا ايش؟ لا 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 والله مشروع كل واحد من فريق تاجر. قادر من هو؟ يا ولد في صوت حلو قبل شوي سمعته. قادر هل تعلم؟ شكله ها دقيقة بس قبل شوي صوت حلو صوت مين؟ صوت فيصل. سمعنا شو؟ شنو؟ سمعنا صوتك. الوضع مزري ويوسف له ويرثى لا حول على وضع يصنع لك والله سمعته ولا هناك بس اختلف الحين بالسالفه. قادر احلى ها هل تعلم هل تعلم انك شخص لبيس؟ تسلم يا عمي سبحان الله. اي والله نصدق ما جل بعدك والله. لا ترى فينا شخص لو انه ازاه اللبس سبحان الله والله ان واحد يعني احيانا زي لو ما ادري وش يلبس والله العظيم انك احيانا تلبس اشياء عاديه بس سبحان الله لما جت عليك ما شاء الله تبارك الله قادر لو يلبس الحين واحد لبسي هذا اللي انت تقوله كان ما يطلع لي سبحان الله في لبس يا لو لا لو اعرف بتمدحون جيت من اول والله خلاص يلا خلنا نجلس كملوا يلا اسلم الله يزهى اللبس عشان جسمي زين الله يطول اعماركم الحين الحين بعتبر الجمهور صح؟ تقريبا وبعده ديوانيه ديوانيه وبعده الساعه كم؟ الذبيحة الحين يطبخون ترى الحين يسوون قلقل المؤتمر الجمهور الساعة كم يا اللي يطبخ منه 8 الساعة 8 الحين يطبخون على الساعة 8 خلاص الحين تبدا لا توقع ان 9 ولا 8 ونص ها على شنو؟ على حطب حطب وشبة نار على كيف كيفك شيء شيء الزبدة اللي جيت على الصوت الحلو لا تحرمنا منه يا ابو شافي هذا الشيخ محمد ونعم هلا يا مرحب يا مرحب بسم الله عليه هلا باللي له الخافق يهل تدرون هذا اسمه محمد الجابري شفتوا لي تو اللي تو قول الشيخ محمد تدري انه من ابناء جمعيه انسان ما شاء الله تبارك الله اقسم بالله يا هو مبدع الولد طبعا اعرف انا من زمان قبل البرنامج ما شاء الله دائما اقابله في اعمال تطوعيه فعاليات خيريه لا في شوي والله مقرن يشم ريحة العيشة ويلحقها ويتبعها يا مرحبا يا ابو تمي الله يحييك طال عمرك مرحبا ومسهلا تشرفت اني اكون مع كوفي شوب الاشبال هذول سم مرحبا يا مرحبا فيك رج راسك رجيت روسك يا بلال ها ليه بلال عدمتنا الشوكولاتة كيف؟ ليه يا بلال ليش يا سعيد؟ انا ما ارضى على شيء سعيد يا اخي ماذا يقول؟ يقول انك رجل فيك خير نعم تعرف النعيس يا محمد بلال الماضي من أبي بيت الله يحييك الله انا من النوع اللي ودي دقيقه ابي بيت محمد السكران شو يقول؟ اللي يقول انا يتيم النثر همه على سطره لا لو مغريات الدهر معاه اخطبوها نفس اخطبوها اخطبوها ولا نفس اخطبوها؟ خلي محمد السكران اللي على المفرق الغربي تمرون احنا نبي قصيده من بلال الماضي اي والله عطنا يا بلال انا من نوع اللي مع المفرق الغربي شو يقول؟ سلام
تفضل. خلاني ما ادري ايش يقول من البلاد. تغريده ابو محمد. تغريده ولا قصيده؟ لا قصيده. خلي تشوف الجاهز يقول سلب. نقول تغريده. قل. يقول تعللنا بهالدنيا الين الوقت علمنا. تعللنا بهالدنيا الين الوقت علمنا وتجاهلنا الكلام اللي تلاحقنا اذا قفينا. الله وكفينا. تواضعنا بما فيها الكفايه يوم سلمنا. كثير نسلم وبعد السلام نغسل يدينا. يا سلام سلام. نبي قصيده. قصيده. القصيده يقول ابي لي على ايت شكيت. من انت تجيب القصايد هذه؟ انت قايل لي ذاك اليوم ايت الله علي ايت. ماني متذكر لكن فيه اللي يقول شكيت يا الاخو يا الحبيب وين؟ تبكي سلامات. تبكي وتبكيني بس تسالوني. اه قصدك لا قلتها قلتها يا حلالي قطار. انا ما قصيده جديده صراحه. اشتقتك وجيتك قلبي نطق لساني توايقت لا خليني اسمعك يقول لا. هي على ايت ايت ولا ايت؟ لا 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 اني واك. اسلم جيتك. اسلم حطر على اللي بخاطرك. يقول اللهم صل. مال الهموم بوسطنا عنجورها حس ونذير. الله اكبر. تجول بياز من والجور من جولاتها. الله اكبر. مال الهموم بوسطنا عنجورها حس ونذير. تجول ونجول مال الهموم بوسطنا عنجورها حس ونذير. تجول بياز من والجور من جولاتها. ونقابل اوقات العمر ما بين شر وبين خير ولا تنشر اوقات الفرح من مالكين اوقاتها. الله اكبر. نصبر على من رزمن ونشوف من ناسه كثير ناس تحد سكوتنا ولا لمحنا سكاتها. يا سلام. مضرة الصدر الكبير الهرجة بحلقة الصغير هو من متى صغار العرب نسمع فحيح أصواتها. سلام. مضرة الصدر الكبير الهرجة بحلقة الصغير هو من متى صغار العرب نسمع فحيح أصواتها. أصواتها قامت تلطمني هواجيسي وأنا كلي ضمير والنفس تعصاني وأنا سيفي على مشهاتها. الطيبين أكثرها مموات وسلايلها مشخير سلام. كأن الفعول الغانمة تدفن بجنب أمواتها. سلام. الطيبين أكثرها مموات وسلايلها مشخير كأن الفعول الغانمة تدفن بجنب أمواتها. موضوع على أصحاب أصبح بدنياي عالم عسير ما تدري شلون البشر تقلب على هاماتها. نوفي مع الصاحب نكون إخوانه وسيف وشوير ونسد مقضاه النوة بقعة على صكاتها. نشوم عن طعن القفا ونخاف منه ونستجير يوم البشر تنهش من كتوف البشر جزلاتها. ما كل ريح حولت نسمع لها صوت وصفير ولا كل غيمة تغني رسوم العرب رشاتها. ما كل ريح حولت نسمع لها صوت وصفير ولا كل غيمة تغني رسوم العرب رشاتها. يا مكثر قلال العزوم اللي تطايح بالأخير وقت القسع عروق الرجال تبين بفزاتها. يطيب لك من كنت ما تنصاه في حبة شعير وتلوذ ناس هرجها واقف على سهراتها. يا سلام. سلام صاحب دنا الحوير جاء. انت مش على شغلين عصام. لا هذا جنبنا عندنا مش على. لا والله هذول بلاهم. انا بعدين ابو محمد فضي لا شوي شوف روح. هي كانت جالسة رايقة هادية بداها غازي وفيصل وبعدها جيت انا وبعدين وبلال لكن جاء ابو حور وطلال وسببوا الازعاج. والله شوف خلاص ترتجي. ابو حور ابو حور ابو حور يا اخوي اقعدوا يا والله جابني يا بلال جابني صوت كالعدل. يا بعد الله يطول عمرك. طب اقعد اقعد اسمع الشيخ سلطان. الشيخ سلطان يا حبيب تواضع تكفى يا ابو نهيان. تعال يلبى قلبك تعال. السالفه اكبر من كلام نقوله. يا الربع انا ارشح ابو نهيان لرئاسه القريه ان شاء الله. الله الله طلال 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 طلال. ودا انا قاعده ما بصرخ في مجال. منو في مجال؟ انا صدقني ماشي كذا ولا كذا. ما احتجت وش تقول ابو نهيان؟ طلع حبيبي عيوني. تعال لا تخليني لوحدي. ضوي هناك ما طفي لا خليها. نجم الأوسكار يمسي عليكم بالخير. نجم الأوسكار والمرشح القادم للرئاسة القرية. تفضل يا شيخ. لبيك. عنده كلمة بيقولها لك. لبيك طول عمرك. يا هلا. مرحبا ألف. مرحبا ألف. مرحبا ألف. طول عمرك سلم روحك يا هلا. الله ما يجلس إلا محل. الله يرحمه. هذه الجلسة يا أبو قلت لك يا سلطان شوف.
تفرق، تعرف تجلس مع مين. الله يرحم والديك، والله انك مدير طيب. انا مره سويت فينا خير. ليه شارب من هناك وتجيبه هنا؟ انا مره ابن حلال هذا نجم الاوسكار لازم يدلع، باقي له يومين وخلاص. يا خال صل على النبي وانت والجميع. اللهم صل وسلم. انا كنت زمان متسابقا في القريه. اي نعم انا مشروع قال لي سارقه محمد بن جحيم ابو محمد. ما نفسك طيب يا رجل انت من شغله ولد مو ترك طاف يا اخوي يا هذا مو بطاف الموتر كله مو معه يا شيخ القريه. نعم انا مشروق عقالي مشروق. كلامك مرفوض. شارقه محمد بن جحيم مرفوض. والله ودنا سرق حتى ثيابك كله لانك لا تحسن تصرف، ولو انك اتخذت القرار الصارم كان دقيته في وجهه ولا شفنا شغله. اليوم تبقى اجى نغنى حمار بطل. يقولون ايه راشد بن عمره ابو راشد يقولون بزمان موترك وين؟ يقولون زمان بن عمره ها تكبر خالد يا بن عمره. اسمع اسمع بن عمره ابو عارف انك تحب السوالف هالزمان. هلا يروح يقولون دخل هلي. واحد زمان زمان قبل 60 سنة. وين دخل؟ دخل على واحد في وزارة التعليم ظني. لا لا ما مدير تعليم. إيه؟ فقال ميده السلام عليكم. قال عليكم السلام. إيه؟ وكان معه مسدس زمان. إيه؟ قال يا طول العمر هذا رجال ظروفي وظروف. قال ملي قال فلان ابن فلان هو اللي سبب في نقلي وتسبب. قال طقه بالمسدس وانتهت السالفة. ليش القضية؟ شيخ القرية. أنا زمان نعلم قبل أنا زمان كنت مشاركا في رصيدك سبن سبحان الله قدهم سبعة قدهم ذا الحين قدهم ذا الحين أبو مطعنك. ليه؟ السالفة خلني بعطيك خوش تقبل اسمع السالفة العقفة خوالك ذولا حارين خوالك حارين هزاع خالك لان ذاك الخبر ما عليك نبي حطها فوق النوب ما عليك اي ارفعها. كنت مشارك في جد رصيدك سبعة اها هم الحين في جد رصيدك 95 صح؟ 97 ايش ذنبك ابعدت؟ يا ولد كان همس ولا والله اعطوني اوسكار اظني كانوا يسمونه اوسكار ولا اوسكار زمان كان اسمه اوسكار ايه ما ادري ايش اسمه ولد اللي كان عنده ابو حصه هو الاسم ذا ويوم خذوا جلسنا اعطوني 1500 ويوم قعدنا فتره قالوا ها بنرتد 500 رد 500 نرتد 1000 1000 ونخصم عليك 1000 قلت ليه؟ قالوا ها خلاص بنخصم الخمس معها اين هي فين؟ قالوا خلاص ما معك الا خمس طلع الرصيد كله 100 قلت ما همني انا ما هم والله ما قلت ما همني انا ما همني الا الجماهير اللي برا اللي تطاحن طحن اي والله لولا انك في هذا المنصب الحين كان غدا علم ثاني وانا سجان 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 وين سجان يا مرجان السجان كني عليه يا مرجان السجان طبعا اذا جاء ليل عطوا السجن طبعا تعالوا عندي مرجان شفت المساء تعال ابو علي جيبهم لي يا ابو علي جيبهم لي لا هذا مش صوت مرجان فشو كيف صوت مرجان هذا صوت جدتي ابو محمد والله صوت مرجان تدري ان اصوات جداتي كلهم انها متشابهه اذا قاموا من النوم صلوا الفجر متجمعوا الشيبان جدي وجدتي وكلهم عمة ام صوت كله سواليف مدري شيء كله سواليف ما قبل الاسلام صوت واحد يا اكبر عليك يا سعيد يا فهموا الباس الله اكبر عليك الله اكبر عليك عسكر قد توفى عسكر عسكر دعا دعوه سببت له بكارثه بس انه مسكين ما درس شوف كيف يعني خطابه مع الله كانه يخاطب يعني لانه قريب من لا هلا يا هلا يا